Yes, I have asked this to the committee at Isla, or this to the group Allah, as to do محمد الصفات الا على البروفيت رسول الله صفات محمد قران انت محمد اشهد ان لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.